بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الكريم وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة نظم معلومات بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد حاويل مدرس الإدارة العامة وإدارة الأعمال بالمعهد في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الإنترنت على موقع المعهد في مادة إدارة المشتريات والمخازن. في بداية المحاضرة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، أنا بسجل المحاضرة وبكرة آخر يوم في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. لكم خالص التهنئة ولزويكم ولجميع أهالي كفر الشيخ. المحاضرة بتاع النهاردة أنا سبق وإحنا في كنا مع بعض آخر مرة قلت لك الخمس مبادئ او الخمس اسس اللي بتقوم عليها عملية الشراء والتخزين، وقمت مجايب لك فاتح لك الكتاب وقلت لك تعملهم ايه، تلخصهم، وقلت لك دول مهمين جدا، واتكلمنا بسرعة وقلت لكم خلي بالكم دول مهمين. طيب احنا قلنا اول حاجة جودة، سعر، وقت، ماشي، جودة، سعر، وقت، مورد. العنصر الخامس خدت بالك، جودة، سعر، وقت، مورد، كمية. يبقى دول الخمس أسس اللي بتقوم عليها إدارة المشتريات والمخازن أو وظيفة المشتريات والمخازن. انتوا ناس في تالتة نظم مطلوب على الاقل ان انت تعرف موضوعات كده، يما عش معقول هتبقى راجل حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الادارية وراجل بقى وتقول انا جايب جدا، واحد يجي يسألك يقول لك انت درست جودة، هيقول له لا. طبعا علم الجودة الشاملة اصبح علم بيدرس ورئيسي جدا، وانت بعد ما هتتخرج هتفاجأ بيه موجود، ولكن عشان احنا ما عندناش وقت انا هستعرض عليك مفهوم ادارة الجودة الشاملة من منظور ايه، الخدمات العامة اللي هي زي ايه، ادارة الشراء. عرف بعض الباحثين الجودة واحد اسمه ايه، جوران، لما تدرس بعد كده عدلتها جوران دي تبقى ايه من الناس المهمة اللي ايه كتبت فيه الجودة بانها ايه، ارضاء العميل او المواطن من خلال ايه، تلبية متطلباته، وهو ما يعني او ما يقصد به اهمية ضمان التواصل المباشر مع العملاء والايه والمواطنين. وهناك من الباحثين من يعرفها مثل واحد، يبقى اذا عندي واحد اسمه ايه جوران وكروسبي، كروسبي، دول اتنين من الاسماء اللامعة في اللي كتبت في ادارة الجودة. قال ايه كروزبي بقى، ضمان المطالبة للمواصفات القياسية، يبقى واحد قال ارضاء العميل او المواطن، وقال لك التاني قال لك ايه، ضمان المطابقة للمواصفات القياسية. طيب ووفقا في بقى هنا بقى ايه، تعريف صادر من المؤسسة الدولية للمقاييس في ان الجودة تعني مجموعة السمات او الصفات التي تميز المنتج اللي هي الخدمة، المنتج تميز المنتج الشيء اللي بتم انتاجه، عربية، تلاجة، طيارة، الخدمة سواء انت في بنك بتأدي خدمة كويسة، يبقى اذا المنتج ده قد يكون ايه، منتج، سلعة او خدمة او نشاط. لو انت دلوقتي تقول لك ايه، خلي بالك احنا كمعهد واخدين الجودة ايه او المنظمة، يبقى اذا
تيجي تبص للتعريف دي مجموعه السمات التي تميز المنتج، الخدمه، النشاط، المنظمه، والتي تجعله ايه متوافقا مع احتياجات وتوقعات العميل. يبقى اذا المنتج ده هو يبقى يطلع لي لازم يكون ايه يتوافق مع رغباتي ومع ميولي عشان اشتريه. يبقى ايه والتي تجعله متوافق مع احتياجات وتوقعات العميل. حيث قامت هذه المؤسسة اللي هي ايه المؤسسة الدولية للمقاييس الدولية بوضع وبتحديد وبتطوير العديد من المعايير والمقاييس المحددة للجودة والسلع والخدمات، مثل مقاييس الايه الايزو، في عندي الايزو 9000 دي للإدارة وماشي، مقاييس ايه الجودة 9000 ديت مقياس الإدارة، 14000 اللي هي الايزو 14000 للبيئة، ايزو 26000 للمسؤولية الاجتماعية. دي كلها ايه خدت بالك؟ يعني ما يقول لك ايه الايزو 9000 دي للإدارة والجودة، يبقى انا هاخد إدارة والجودة، انا بس عاوز اخد ان البيئة ان انا ايه ان المصنع بتاعي ده متوافق مع اللي باخده الايه الايزو بالنسبه للبيئه، يبقى لازم ناخد ايه له مواصفات معينه 14000. طب انا عاوز النهارده اقول لا ده المنتج بتاعي ده هو له اهميه للمجتمع اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه، يبقى لازم ناخد ايه كل رقم من اللي انت شايفينه ديت ايزو من دول له مواصفات معينه. الطاقه لاداره الطاقه الايزو كام؟ 5000 وايه 50000 واحد. طيب لإدارة المخاطر الأيزو كام؟ 31000. الأيزو 22000 للإدارة الآمنة للأغذية. طب الأيزو 2027001 للإدارة الآمنة للمعلومات. يبقى أنت لو شفت الأرقام دي كلها تعرف إن إيه ديت معايير اللي هي الجودة. ومن جانب اخر ظهرت فكرة ادارة الجودة الشاملة كعنوان عريض عام 88 لتعبر عن عملية تحسين الجودة، فاصبح مفهوم ادارة الجودة الشاملة في الوقت الحالي اسلوب ادارة مهم في مجال الادارة والمؤسسات من خلال ايه ما حققه هذا الاسلوب من نجاحات ادارية قد تكون ايه نسبية، بحيث يشتمل هذا الاسلوب على وصف العمليات الانتاجية والتعديلات المقترحة التي تساعد على تحسين الجودة بشكل مستمر. هذا وقد شاع في الفترة الماضية استخدام مصطلح ادارة الجودة توتال كواليتي مانجمنت، توتال كواليتي مانجمنت اللي هي TQM. فماذا يقصد بهذا المصطلح اللي هو توتال كواليتي مانجمنت، والذي اخذ ينتشر بشكل سريع على الرغم من حداثته؟ ولقد عرف معهد المقاييس البريطاني بريتش ستاندرد انشورز ادارة الجودة بانها هنا بقى فلسفة ادارية، خلي بالك بقى اهي فلسفة ادارية تشمل كافة انشطة المنظمة، فلسفة إدارية تشمل كافة أنشطة المنظمة التي من خلالها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العميل اللي هو المواطن والمجتمع وتحقيق أهداف المنظمة، كذلك بأفضل الطرق كفاءة وفاعلية وأقلها تكلفة. يبقى شوف رغم إن أنا بجيب إيه أحسن حاجة وأقلها تكلفة عن طريق الاستخدام الأمثل لإيه؟ لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير. يبقى إدارة الجودة فلسفة إدارية، عمل إداري، نشاط إداري تشمل كافة أنشطة المنظمة. إيه اللي هي إيه أنشطة المنظمة؟ إنتاج، تسويق، تمويل، موارد بشرية، كل أنشطة المنظمة. في فرق بين أنشطة الإدارة وأنشطة المنظمة، بس هو أول لك قال لك إيه ده فلسفة إدارية، نشاط إداري، يعني بيقوم على التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، وفي الوقت نفسه بيقوم إيه على أنشطة المنظمة اللي هي الإنتاج،
التمويل، التسويق، إدارة الموارد البشرية وغيره، التي من خلالها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العميل اللي هو المواطن والمجتمع، وتحقيق أهداف المنظمة كذلك بأفضل الطرق، كفاءة وفاعلية وأقلها تكلفة، عن طريق الاستخدام الأمثل لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير. هناك تعريفات بقى جورني كتيرة جدا. تعريف مفهوم إدارة الجودة، هنا بقى ديت اللي أنا حبيت أعرفك إيه هي إدارة الجودة، بس عشان لما أجي نتكلم، لأن قلت لك إن سبق إن دي علم، وعلم له مبادئه، ولكن أنا النهاردة أنا بتكلم في حاجة تانية. بتكلم في إيه؟ في وظيفة الشراء. نيجي نتكلم بقى حاجة. أولا سياسة الشراء بالجودة، سياسة الشراء بالجودة المناسبة. يبقى نيجي نتكلم، أنا كلمت لك عرفت لك الجودة كده عشان إيه، وأنت أنا عارف إن أنت ما عندكش، قلت لا برضه فهمك على إيه هي الجودة وإيه مواصفات الأيزو. قلت لك الأيزو اللي عندك 14000 15000 والكلام دي، وكل نوع من الحاجات دي، وأنا إيه شرحتها لك، خدت بالك، عشان يكون لديك فكرة، عشان ما حد يجي يكلمك تكون قلت لك الايزو، خدت بالك، كلمني عليه. نيجي نتكلم برضو، ولو في حاجة تانية هكلمها لك في ايه ان شاء الله في اخر المحاضرة، لو كان في وقت هكلمك برضو في شوية حاجات فيه. سياسة الشراء بالجودة المناسب، يرتبط مستوى الجودة بالاستخدام وليس بالمستوى العام. يبقى الاستخدام يقول لك الله ده السلعة الفلانية او المنتج الفلاني الجودة بتاعته عالية، يبقى هنا ليه؟ حتى لو انت جبت سندوتش من الجماعة اللي انت شايفهم دول يقولك ده جودته عالية، يبقى بالاستخدام وليس بالمستوى العام للجودة المطلقة. فالجودة لا تقاس بالثمن، ولكنها ترتبط بالاحتياجات ايه المعنية للمشتري وتوقعاته من حيث المنتج وايه وتقديم الخدمة. الدقة في تحديد المواصفات هي أساس نجاح المشتريات. شوف بقى هنا بقى الدقة في تحديد المواصفات، بحدد المواصفات. العربية ديت جودة عالية، بناء على ايه جودة عالية؟ ياه لا ده الصاج بتاعها 100 100، ده التجهيزات بتاعتها فول اوبشن 100 100، ده ضد مش عارف ايه ضد ايه دي. يبقى الدقة في تحديد المواصفات هي اساس نجاح المشتريات في الحصول على هذه المواد او الخدمة بالجودة المناسبة. تختلف المواصفات من سلعة الى اخرى، حيث تختلف المواصفات باختلاف الاستعمال المطلوب للشراء للمواد والاحتياجات المختلفة. لما نيجي نتكلم هنا خدت قدامك المواد والاجزاء التي تدخل فيها ضمن السلع، خدت بالك انا ايه الحاجات بقى اللي بدخلها في التصنيع، قابلة المواد للاندماج مع مواد الاخرى، سهولة الاستخدام، دي كلها ايه بتساعد على ان المواصفات المواد والاجزاء التي تدخل ضمن السلعة المنتجة، يعني الايه السيارة، التلاجة، العربية، مهمات التشغيل، الالات، دي كلها ايه بترتبط. يبقى اذا بترتبط بايه؟ بان الجودة كويسة. يبقى اول حاجة قابلية المادة للاندماج مع المواد الاخرى، سهولة الاستخدام، تبسيط العمليات الانتاجية، التنميط في الشكل والقياس والوزن لتسهيل عملية التوزيع. طب مهمات التشغيل، سهولة الاستخدام، الاختصار في التكاليف، قوة الاحتلام، دي كلها مواصفات بتعمل ايه؟ بتساعد على الجودة. الالات والمعدات، التوفير في عدد العمال ووقت التشغيل، انا بوفر في عدد العمال. انا ما بعمل النهاردة يعني ما بنيجي نقول ان احنا عاوزين يا ريس عاوزين نعمل ايه مصانع، بس يكون المصانع ديت يعني بتستوعب من العمالة الكثيفة، انا عندي طبعا زيادة سكانية وعندي بطالة وعندي، فعاوز نوع معين من التصنيع يساعدني على ان انا استوعب او امتص جزء من العمال، فانا محتاج مصانع تكون يعني ايه طريقة التشغيل بتاعتها او طريقة تنميط التشغيل بتاعتها تستوعب عدد كبير من العمال. زي ايه؟ مصانع الملابس الجاهز، زي ايه المواد الغذائيه بتحتاج عماله اكتر،
طيب بس في مصانع تانية لا بتحتاج، لما بتخش بتكنولوجيا بتستغنى عن عدد كبير من العاملين. يبقى اذا الالات والمعدات، التوفير في عدد العمال ووقت ايه التشغيل، الطاقه الانتاجيه، القوه الاحتمال. مواصفات الجوده هي ايه؟ الابعاد، الوزن، التحليل، الخصائص الطبيعيه، التشطيب. دي مواصفات الجوده ايه؟ التشطيب النهائي، المظهر، التصميم، خصائص الاداء. دي مواصفات الجوده. الطريق الحصول على الجوده، تحديد المواصفات بدقه، اختيار الموردين ذو الكفاءه والخبره، الفهم المتبادل لاحتياجات المشتري، ايه تطبيق نظم مراقبه الجوده بواسطه كل من المشتري والمواد. دي بالنسبه للجوده الشامل. سياسه الشراء بالكميه المناسبه، العوامل المؤثره في تحديد الكميه المشتراه، طبيعه الصنف، بيتم التكوين الطبيعي كالحجم يعني دلوقتي. العوامل المؤثره في تحديد الكميه، طبيعه الصنف، دي نمره واحد. طبيعه الصنف خدت بال حضرتك بترتبط بايه؟ بالتكوين الطبيعي. التكوين الطبيعي زي الحجم والوزن، الشكل الطبيعي، الحجم هو حجمه قد ايه، وزنه قد ايه، حجمه كبير ولا وزنه خفيف، ولا وزنه خفيف. اتنين اللي او ب، التركيب الكيميائي، الاصناف سريعه التلف والقابله للاشتعال تتطلب عدم تخزينها بكميات كبيره، اللي هي المواد الخطره او الماده القابله للاشتعال او الماده الايه اللي بتنتهي صلاحيتها. يبقى العوامل المؤثره واحد، طبيعه الصنف، اتكلمنا عن التكوين الطبيعي كالحجم والوزن، التركيب الكيميائي خدت بالك. ثلاثه، مدى توفر الصنف وظروف الحصول عليه كالمنتجات الزراعيه والموسميه. اربعه، مدى وجود اصناف بديله وباسعار مستقره. يبقى طبيعه الصنف نمره واحد من العوامل المؤثره ايه في تحديد الكميه المشتراه. اثنين، طبيعه العمليه الانتاجيه ترتبط بايه؟ الانتاج المستمر، الانتاج حسب الطلب. يعني انا بنتج حاجه سلعه مستمره محتاجها السوق، او بنتج حسب الطلب على حسب الطلبيات اللي بتيجي، ودي موجوده في الكتاب. ثالث حاجه، سياسه التخزين، تحديد كميات الطلب اللي هي الحدود الدنيا والحدود القصوى. يعني انا هخزن، هل لما هخزن زي ما انا قلت لك دلوقتي، سياسه التخزين لها مخاطر لانك انت بتعطل جزء من راس المال، هل التخزين ديت هيكون فين مفيد عندي؟ يبقى هنا سياسه التخزين، تحديد كميات الطلب والحدود الدنيا او الحدود القصوى في فترات الطلب التي تضمن عدم توقف عمليات التشغيل. الامكانيات الماليه، هل انا عندي فلوس اشتري ولا هستلف؟ شراء احتياجات المنظمه بالمواصفات المطلوبه باقل اعباء ماليه ممكنه وفي وقت حدود الامكانيات الماليه المتاحه للموازنه التخطيطيه لعمليه الشراء. يبقى عندي حاجه الامكانيات الماليه، سياسه التخزين، طبيعه العمليات الانتاجيه او الخدميه، ماشي، طبيعة الصنف. يبقى العوامل المؤثرة في تحديد كمية المشترى والكمية المشترى، طبيعة الصنف، طبيعة العمليات الانتاجية، سياسة التخزين، الامكانيات المالية. تالت حاجة، سياسة الشراء في الوقت المناسب، العلاقة بين الشراء في الوقت المناسب والكمية. القيام بتوفير احتياجات المنظمة على دفعة واحدة، القيام بتوفير احتياجات المنظمة على دفعات. هل العلاقة دي، هل أنا بوفر احتياجات المنظمة يعني بشتري مرة واحدة ولا بشتري على دفعات؟ يبقى أول عنصر من عناصر سياسة الشراء في الوقت المناسب، العلاقة بين الشراء في الوقت المناسب والكمية. القيام بتوفير احتياجات المنظمة على دفعة واحدة، القيام بتوفير احتياجات منظمة على دفعات، العلاقة بين الشراء في الوقت المناسب والجودة المناسبة، السلع الموسمية زي البلح والحاجات ديت، الحالات الطارئة. رابع حاجة، سياسة الشراء بالسعر المناسب.
يعمل السعر المناسب على تحقيق فائدة مناسبة لكل من البائع والمشتري، يعني السعر العادي اللي هو بيحقق لي انا مكسب وبيدي للزبون ان هو يتناسب مع دخله. يبقى دي يعمل السعر المناسب على تحقيق الفائدة، تحقيق فائدة مناسبة لكل من البائع والمشتري. ماشي يا عم؟ يؤخذ في الاعتبار التكاليف الكلية للحصول على السلعة، حيث يضاف تكاليف اللف والحزم والنقل وتكاليف المنوب والمناولة والتخزين. يعمل السعر المناسب على تحقيق فائدة مناسبة لكل من البائع والمشتري. يؤخذ في الاعتبار التكاليف الكلية للحصول على السلعة، حيث تضاف تكاليف اللف والحزم والنقل وتكاليف المناولة والتخزين. السعر الأقل ليس دائما هو السعر الأنسب. خلي بالك بقى اهو، جينا للشغل التقيل. السعر الأقل ليس دائما هو السعر الأنسب، حيث ان هناك درجة الأداء المتوقعة من السلعة، الوقت الذي يتم فيه تحديد توريد السلعة، الكمية التي يتم فيها التوريد. الخدمة والضمان المقدمان، خدت بالك، من المورد. انا راجل بورد سلعة، بقدم خدمات ما بعد البيع. السعر الاعلى ليس دائما هو السعر الانسب. يعني واحد يقول لك انا شاري العربية دي ب100,000 جنيه، يا عم ده ما تسواش الا كده. يبقى السعر الاعلى ليس دائما هو السعر الانسب، والكلام ديت موضع اسئلة امتحان اخر السنة وهنتكلم فيها، بس ما تقلقوش، انا حبيت اديلكم فكرة. السعر الاعلى ليس دائما هو السعر الانسب، حيث قد لا تتطلب احتياجات المنظمة الجودة العالية للسلعة ذات السعر الاعلى. يعني ما اروحش اجيب النهاردة انا بصفتي مندوب مشتريات، اقوم شاري نوع معين من الاقمشة، الشركة تقول اقول له القماش دي غالي، لا ما ينفعش. يبقى السعر الاعلى ليس دائما هو السعر الانسب، حيث قد لا تتطلب احتياجات المنظمة الجودة العالية من السعر للسلعة ذات السعر الاعلى. يعني بصنع مثلا انتاج مثلا بيجامات معينة او امصان معينة بتتناسب في زفاعة معينة، ودي لو انت كنت شفت بورسعيد كنت تلتقى فيه قميص ب7 و5 جنيه وقميص ب500 جنيه. ابو 5 جنيه ديت محتاج لنوعية معينة من المشترين، وابو 500 جنيه بس النهاردة ما جيتش ابو 500 جنيه اقوم عرضه مثلا في الحميدي اللي هناك المنطقة اللي هي بتبيع السلع المستعملة، لا ما ينفعش. يبقى السعر الاعلى ليس دائما هو السعر الانسب، حيث قد لا تتطلب احتياجات المنظمة الجودة العالية للسلعة ذات السعر الاعلى. خامسا، سياسة الشراء من مصادر التوريد. مصدر التوريد دي مهم جدا. المعلومات عن مصادر التوريد، حصر مصادر التوريد للاصناف التي تحتاج اليها المنظمة، المواقع الجغرافية ومدى قربها، السمعة، خدت بالك، تسهيلات وتكنولوجيا الانتاج، المركز المالي، مستوى الجودة، اسعار المولدين، تسهيلات التخزين، خدت بال حضرتك، مدى تطوير المنتجات لدى الموردين، مصادر الحصول على المعلومات من الموردين. للموردين بتجيبها منين؟ سجل الموردين، المشترين والمنافسين، وكتالوجات وقوائم الاسعار، والبيانات المنشورة، والمعارض ومندوب المبيعات، والمفاضلة بين الموردين. يبقى برضو هرجع معاك بسرعة برضو عشان سياسة الشراء من مصدر التوريد المناسب، المعلومات عن مصادر التوريد، مصادر التوريد، حصر مصادر التوريد والاصناف التي تحتاج. يبقى ازيك بقى ان يكون عندي في الفايل بتاعي، واحنا النهاردة بنتكلم بنظم معلومات وبنتكلم بالكمبيوتر، يبقى عندي بيانات كاملة عن الموردين، اعرف بقى دي بايه ودي فين ودي بايه ودي بيبيع ايه ودي نظامه ايه. المواقع الجغرافية لتلك المصادر ومدى قربها او بعدها. انا النهاردة نفترض انا في كفر الشيخ، في ممكن اجيب من المحل، ما اروحش اجيب من القاهرة هيكلفني، او اجيب من من اسكندرية. لا، لو انا عندي نفس السلعة بنفس المواصفات وبنفس الاسعار، يبقى لو عندي في المنطقة الجغرافية بتاعتي اللي هي موجودة في المحلة او موجودة في طنطا، يبقى افضل. سمعة المصادر المختلفة ودرجة الثقة في الاعتماد عليها. لازم السمعة دي مهمة جدا، يقول لك لا ده راجل امين، ده حاجته نظيفة، ده حاجته اصلية، ده ما بغشش. السمعة، المصادر المختلفة ودرجة
الثقة في الاعتماد عليها والخبرة السابقة في التعامل معهم ومستوى أدائهم وسلوكهم. ايه تاني؟ تسهيلات وتكنولوجيا الانتاج في مصانع الموردين. هل الناس اللي هي الموردين دي، زي اقول لك على حاجة، انت سمعت على ال 30 طيارة اللي هم الرفال اللي هنشتريه، انت لو جيت شفت ايه احنا اشترينا ليه، وجيت تبص ان احنا رحنا اشترينا من فرنسا ليه كمورد، هتلتقى نفس النقط. اولا تكنولوجيا عالية، تسهيلات في الدفع، سمعة كويسة. يبقى ديت انا مديب لك حال اهو، لو انت راجل متابع يعني، والناس قامت و30 طيارة وهنشتري، لا نشتري 30 طيارة، ولو معانا فلوس هنشتري 300. ما احنا مش ضامنين بكرة هتبقى ايه، ما نستناش ان مثلا هتيجي فجأة كده، ممكن ما تضامن بكرة العالم هيبقى فيه ايه، حرب عالمية تالتة حاجة طبعا، وانت عندك مشكلة سد النهضة، فانت محتاج تأمن نفسك. طب محتاج تشتري سلاح، فانت لما رحت انت تتفاوض، حتى الدول اللي راحت تفاوضت قبلك واشترت زي ما بيقولوا لبست في الحيطة. ازاي مصر تاخد بأعلى حاجة في التكنولوجيا او في عملية تصنيع الطيارة الرافال وبسعر مناسب وبتسهيلات، واحنا اشترينا اليونان والهند او متخانقين مع بعضهم؟ قال لك ليه؟ لان ديت مهارة المفاوض المصري والرئيس السيسي، يعني ايه، مفاوض جيد في الحتة دي قوي، يعني بطلع ميتين اي شركة بنشتري منها. يبقى المعلومات عن مصادر التوريد من خلال حصر مصادر التوريد من التي تحتاج اليها المنظمة، الموقع الايه، المواقع الجغرافية لتلك المصادر ومدى قربها او بعدها عن المنظمة، سمعة المصادر المختلفة ودرجة الثقة في الاعتماد عليهم والخبرة السابقة في التعامل معهم ومستوى ادائهم، تسهيلات وتكنولوجيا الانتاج في المصانع الموردين، المركز المالي للموردين ومدى متانته والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها، زي ما بنيجي نشوف البنك الاوروبي والكلام ده ادولنا ايه 2.5 مليار مش عارف على 10 سنين والكلام دي، مستوى الجودة قال لك فيها تكنولوجيا وي 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 وفيها وبتعمل وبتشيل وبتضرب صاروخ مش عارف ايه، مستوى الجودة المتوفرة لدى كل المصادر التوريد، اسعار الموردين وانواع الخصومات، احنا خدنا خصم والسعر بتاعنا اللي احنا خدنا بيه كويس، التي يقدمها منهم، تسهيلات التخزين والمناولة والنقل لدى المصادر، التسهيلات بتاعتها، هتقدر تدرب للطيارين، هتقدر تدرب للفنيين، مدى تطوير المنتجات لدى الموردين، مصادر الحصول على المعلومات حول الموردين. بجيب الحاجات دي منين بقى؟ من خلال سجلات، سجل الموردين ايه؟ لازم. انا النهارده عندي في مصر بتكلم على احنا اكبر دوله مستورده في القمح، عندي سجلات كامله عن الدول المنتجه وعن الشركات اللي بتنتج وعن المنتجات في القمح. انا بقى خدت بالك بصدر برضه بقى ايه؟ عندي نفس من الناحيه الثانيه سلعه معينه. انا النهارده هشتري سلاح، هشتري رافال، هشتري اف ام 16، هشتري سخي، هشتري ميراج، هشتري لا مؤاخذه ميج. دي بيبقى عندي سجلات للموردين. المشترين المنافسين، مين بقى المنافسين المشترين؟ كتالوجات وقوائم اسعار الموردين، البيانات المنشوره من جهات متخصصه، في مراكز بحثيه بتنشر بيانات عن كل حاجه، عن كل السلع. انت النهارده بتخش على النت بتجيب كل اللي انت عاوزه. المعارض، زي معرض مثلا ايه، في معارض للسلاح بكل دوله بتيجي، كانت قبل انتشار الكورونا كل دوله بتستعرض عمليه ايه، معرض كان بتاع موسكو، في معرض كان في دبي، وكان عندنا عملنا احنا معرض. المعارض دي مهمه جدا. مندوب المبيعات، لا ده انت عندك برضه مندوبين شغالين في العالم. المفاضله بين الموردين، المفاضله بفاضل بين الموردين من خلال الاسعار المختلفه. انا مش هبخل عليك بحاجه، عاوزك تركز معايا كده، عشان انا قلت لك الشراء بالجوده المناسبه هي مدى ملائمه جوده المنتج للغرض الذي ايه يستخدم لاجله، مدى ملائمه جوده المنتج للغرض الذي ستستعمل لاجله او ستستخدم لاجله.
هي مجموعة من العناصر المتوفرة في المادة والتي يتطلبها حاجة معينة. يبقى اذا الملائمة ديت اللي هي جودة المنتج الذي تستعمله ليه، هي مجموعة من العناصر، هي حاجات موجودة مميزات في المنتج المتوفرة في المادة والتي تتطلبها حاجة معينة. انا عاوز حاجة معينة، هي موجودة في السلعة دي. وقال اخرون ماشي انها الجودة المناسبة للحاجة او لعملية للعملية المعينة. فقد تكون جودة عالية ضرورة لاستخدام معين، وقد تكون جودة متوسطة ملائمة لاستخدام اخر. لذا فان التعبير المتضمن الجودة المناسبة اكثر دقة من الجودة العالية. يبقى كلمة مناسبة، انا ساعات مش عاوز حاجة عالية، بشتري حذاء يعني شوز جزمة من الاخر كده. في واحد بقى بيحب يشتري جزمة معينة، لا 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 مش ملهاش يعني. واحد تاني يشتري جزمة عالية يقول لك لا انا عاوز المتوسطة اكثر دقة من الجودة. وقد تكون الجودة المنخفضة هي الجودة المطلوبة لاستخدام لاستخدامات معينة ما دام تفي بالحاجة. ما دام الشيء او المنتج يفي بالحاجة على حسب المواصفات، بقى هنا هو كده ادى الغرض زي ما بنقول، يبقى حقق الهدف منه. تقع مسؤولية تحديد الجودة على عاتق الإدارة المستعملة للسلعة أو المواد الأولية. يبقى الإدارة هي المسؤولة عن الجودة. إدارة الإنتاج أو إدارة الإنتاج أو الإدارة النسية لتقرير مستوى الجودة المطلوبة. أما إدارة الشراء فهي إدارة استشارية لا تحدد المواصفات. فإن لم تتوفر الجودة المطلوبة فعلى إدارة الشراء أن تقدم اقتراحاً، لأن طبيعة المادة أو السلعة هي التي تلعب دورا هام في تحديد الجودة. إيه الكلام دي؟ أنا كإدارة إنتاج بقول أنا عاوز إن المواد الخام بالمواصفات التالية. يبقى هي إدارة الإنتاج هي المسؤولة عن تحديد جودة المواد الخام. أنا مهمتي إن أنا أشتري، طب افرض إن أنت بقى ما قلت لي أشتري أي حاجة، لا أقول لك لا استنى أعمل لجنة عشان أحدد. الجهة التي ستقوم بعملية توصيف الجودة والمواصفات التي تتبع في تحديد الجهة التي سوف تقوم بها بعملية توصيف الجودة هذه السلع. واحد، في حالة المواد الأولية تكون الإدارة الهندسية هي الجهة المسؤول، الجهة التي ستقوم بعملية توصيف الجودة والمواصفات التي تتبع في تحديد الجهة التي سوف تقوم بعملية. يعني ايه من الجهة دي؟ من هي الجهة المسؤولة او من هي الجهة المنوطة بتحديد؟ اول حاجة المواد الاولية تكون الادارة الهندسية هي الجهة المسؤولة في تحديد مواصفات الجودة، وتلاها ادارة الشراء، ومن ثم ادارة الانتاج. يبقى انا عندي ادارة وقد يوكل امر التوصيف للجنة مشتركة ان كانت نفقات الشراء كبيرة. يبقى اول حاجة الادارة الهندسية هي المسؤولة او ادارة الانتاج او لجنة مشتركة. بالنسبة لمهام التشغيل، إدارة الشراء تحتل المركز الأول في تحديد المواصفات، يلاها إدارة الإنتاج ومن ثم الإدارة. يبقى إذا مهام التشغيل تبقى إدارة الشراء، المواد الأولية الإدارة الهندسية، بالنسبة للمعدات والآلات فالإدارة الهندسية هي المسؤول في تحديد، تلاها منصفة كل من إدارة الإنتاج وإدارة المشتريات. أما بالنسبة للأجزاء المصنوعة المصنعة أو المصنوعة فالإدارة الهندسية ثم تأتي بعد ذلك مسؤولية تحديد الجودة إدارة الشراء وإدارة الإنتاج. مسؤولية تحديد الجودة، هناك إدارات لديها حججها يعني أسانيدها التي تريد من وراءها أن تكون المسؤولية عن توصيف الجودة، وهي إدارة الإنتاج والإدارة الهندسية. إدارة الإنتاج تقول إنها المسؤولة عن تحديد الجودة لأنها إدارة تتطلب عملية اللي هي المواصفات. اما الشراء تتطلب هنا برضه بتقدر بتمنى. ما هو الموقف المرغوب به في تحديد المسؤوليه؟ تحديد وتوصيف الجوده، والكلام ديت احنا اتكلمنا عليه في الأمان. طرق تحديد الجوده دي اللي برضه انواع الطرق المستخدمه. اولا طريقه التوصيف بالعلامه التجاريه. يبقى اذا العلامه التجاريه مهمه. طرق تحديد الجوده تشكل توصيف المواد أهمية قصوى سواء للمشتري التي يرغب في تحديد كامل
المواصفات للمادة التي ينطوي شرائها، كما ان المورد يرغب في التعرف بمدى التزامه في تقديم الجودة. خدت بالك؟ في تعرف مدى التزامه ب يرغب في التعرف بمدى التزامه في تقديم الجودة المتفق عليه. انواع الطرق، طريقة التوصيف بالعلامة التجارية، العلامة التجارية بتاعتي زي المرسيدس وزي التويوتا وزي العلامات مثلا تشيبا وزي ناشونال والكلام دي. تعتبر العلامة التجارية اسهل الطرق في التوصيف الجودة ايه في المنظمة دي. بعد العلامة التجارية مهمة، العلامة التجارية مهمة. عندما تكون هناك براءة اختراع تحمي السلع، عندما هناك من الصعب وصف المادة، عندما تكون الكمية المشتراة صغيرة، عندما يكون يصعب المشتري عند اصدار التراخيص. التوصيف بالعلامة التجارية الذي يعتمد على العملية دي كلها، احنا بنقول العلامة التجارية تحدد من حرية الشراء، الكلام ده كله. ركز معايا بقى بسرعه كده في 10 دقايق الاخرانيين دول. الجودة المناسبة رايت كواليتي لها تعريف متعددة زي اطلق عليها رايت كواليتي اللي هي الجودة المناسبة، فهي ليست بالضرورة الجودة الاعلى او الجودة الاقل، وانما نحن نحدد مستوى الجودة التي نحتاجه وفق متطلبات العملية الانتاجية. فالجودة مسألة نسبية، يبقى اول حاجة الجودة ايه؟ مسألة نسبية تتوقف على ايه؟ ملائمتها للغرض المستخدمه فيه. يبقى اذا الجوده مساله نسبيه، يبقى نيجي نتكلم تاني، الجوده مساله نسبيه تتوقف على واحد ملائمتها للغرض المستخدمه فيه، اثنين تكلفه، ثلاثه التوافر في الاسواق. يبقى اذا الجوده مساله نسبيه، الاجابه صح، تتوقف على الغرض او الهدف المستخدم، اثنين التكلفة، التوافر. فهذه العناصر التلاتة هي الاسس والجوانب التطبيقية التي يجب مراعاتها عند تحديد الجودة. يبقى عندي تلات حاجات، الجودة مسألة نسبية، ماشي، مسؤولية تحديد الجودة احنا اتكلمنا عليها، قلنا ممكن تكون ادارة الانتاج، ادارة المشتريات، ادارة الادارة الهندسية. لا يوجد اتفاق عام حول الوحدة التنظيمية المسؤولة، يعني زي ما اتكلمنا مع بعض دلوقتي مدى استقلالية تلك او تبعيتها او مركز تنظيمي في المنشأة. فقد تقوم ادارة المشتريات بتحديد مستوى الجودة وتقوم ادارات اخرى اتكلمنا عليه، ماشي. الا اننا في نهاية الامر لابد ان نراعي عند تحديد الجودة عنصرين. يبقى لما بنيجي بقى نحدد الجودة يبقى في عنده عنصر جانب فني، النواحي الفنية او المواصفات الفنية، والجانب التجاري اللي هي العروض والكلام دي. يبقى عندي جانبين اتنين، جانب فني تحديد المواصفات التي يجب توافرها في المواد او الاصناف المشتراه في المورد، واطلقنا عليها الجانب الفني لان نطلب مواصفات فنيه. الجانب التجاري هو الافضل التي يناط هذا الامر الى اداره المشتريات لانها هي المعنيه بدراسه السوق. يبقى كده عندي جانبين اتنين، جانب فني وجانب تجاري. الجانب الفني مواصفات فنيه، يبقى انا ديت بسنده الى ادارة الانتاج، الادارة الهندسية، ناس متخصصين. اما الجانب التجاري ديت جانب اداري،
او نشاط تجاري، يبقى ادارة المشتريات هي المنوطة او المسؤولة. ليه؟ لانك عاوزك تعرف الاسعار والموردين والكلام دي. يبقى الكلام ده واضح؟ واضح جدا مع بعض. التحديد الدقيق والواضح المتعلق بالمواد المطلوب شرائها يحقق 3 اهداف. انا بقى الكلام دي بعمله ليه؟ تسهيل مهمة جهاز المشتريات، بسهله في عملية شراء، تسهيل مهمة المورد، تسهيل مهمة التسليم. يبقى اذا التحديد الدقيق الواضح المواصفات المتعلقة بالمواد والاصناف المطلوب شرائها يحقق 3 اهداف رئيسية. ال3 اهداف دول تتمثل في ايه؟ تسهيل مهمة جهاز الشراء، ادارة المشتريات تقدر تشتري براحتها، تسهيل مهمة المورد، تسهيل مهمة التسليم. اساليب وطرق وصف الجودة، الاسماء والعلامة التجارية. يبقى 1، الاسماء والعلامة التجارية. والاسماء والعلامة التجارية ديت خدت بالك هي احدى مواصفات المنتجات والمواد المراد شرائها في ضوء اسم معين اللي اسمه براند نيم، مثل قطع غيار سيارات المرسيدس او ملابس ماركة مثلا معينة او محددة. اسباب استخدام الاسماء التجارية في وصف الجودة: عدم المام بعض جهات الاستخدام مواصفات المواد المطلوبة. 2، اذا كانت صنف المميز بعلامة او اسم تجاري معين فقد اثبت تفوقه. اذا كانت ايه العامل النفسي، سلبيات الشراء: ارتفاع التكلفة، تضييق الفرص. 2 دي بقى اول حاجة العلامة. 2 المواصفات القياسية، واتكلمنا اللي ايه قلت لك لما جت المواصفات القياسية اتكلمت لك عن الايزو اللي هي ايه في الشرح الاولاني، عشان جينا له. هناك حكومات ودول في اغلب الاحيان تقوم بتحديد المواصفات القياسيه للعديد من الاصناف. ماشي، يبقى انا محتاج حاجات زي ايه؟ الاصدارات الايزو 9001، الايزو 9002، الايزو 9003، الايزو 14000، اللي الحاجات دي. 3، يبقى احنا اتكلمنا عن 2 المواصفات القياسيه. 3 المواصفات الخاصه، سبيشال اوردر. انا بقى ايه في عربيات معينه زي عربيات رئيس الجمهوريه بنحتاج مواصفات خاصه لهذه العربيات، الرتب والدرجات، كاردنج، العينات سميلز او الموديلز. يبقى 1 اتكلمنا عليها الاسماء والعلامات التجاريه، المواصفات القياسيه، المواصفات الخاصه، الرتب والدرجات، العينات اللي هي النماذج اللي هي الموديلات والحاجات دي، الفحص وتوفير الجودة. دي في مهمة في إدارة اسمها مهمة الفحص وتوفير الجودة، دي مهمة موجودة في دلوقتي بقى في كل ايه الأماكن اللي موجودة. يبقى إذن وعملية إدارة الفحص وتوفير الجودة المناسبة أو إدارة الفحص المطلوبة دي بتحتاج كفاءات معينة ويحتاج ليه؟ لان هي مسؤولة عن مطابقة هذه السلع طبقا للمواصفات اللي انا قلتها، والكلام ده واضح عندكم في الكتاب. دي بالنسبة للحاجات بتاعت الجودة، وبعد كده هنكمل مع كل مرة ايه هنكمل مع بعض مع واحدة واحدة كده، وهنيجي نتكلم. انا زي ما قلت لك بقى ايه هختم لك بكده برضو حتة برضو. تعتبر الجودة من المصطلحات الأساسية في تيار المصطلحات الحديثة مثل جودة الإدارة وجودة المنتجات وجودة الخدمات وجودة التعليم وضمان الجودة. كل هذه المصطلحات تؤخذ بعين الاعتبار، لأن من واضع السياسات والإداريين والمنفذين ليس في إطار الضيق ولكن على المستوى الدولي. ربما يرجع الاهتمام بقضية الجودة وفي المستقبل الى زيادة عدد المنظمات على المستوى العالمي، ادى الى انخفاض مستويات ايه الانجاز، وبخاصة مع الانخفاض المستمر في الموارد المالية والمادية الممنوحة للمنظمات، حيث يوجد البنك الدولي يؤكد البنك الدولي في تقاريره المتواترة، يعني اللي ماشي مع بعضها، ان مشكلة انحدار الجودة اصبحت مشكلة عالمية. خدت بال حضرتك؟ يعتبر مدخل الجودة الشاملة من الاتجاهات الإدارية الحديثة التي لاقت رواجا كاملا وعاملا لتطوير إدارة المنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة بمعناها الشامل، فهو أسلوب شامل للتطوير. في نهاية المحاضرة
لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام، وان شاء الله هنحاول بكل الطرق ان احنا نكون مع بعض ونوضح لكم، لان زي ما انا قلت لكم الامتحانات قربت، وان شاء الله من المحاضرة القادمة هابتدأ اعرض لكم مجموعة من الاسئلة، سواء الاسئلة المقالية او اسئلة اختيار المتعدد او اسئلة الصح والغلط، وهيكون ان شاء الله في اجتماع بعد العيد مع السيد العميد لتحديد الشكل العام للامتحانات. انا قلت لكم الامتحانات قربت والوقت قفز، في اتمنى لكم سواء في مادة ادارة المشتريات والمخازن او التسويق والادارة الالكترونية، اتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح. في النهاية لكم خالص تحياتي وعظيم احترامي، واكرر تهنئتي لكم بحلول عيد الفطر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الانترنت على موقع المعهد.